كيف حالكم؟ اليوم جبت لكم فيديو جديد واللي هو كيف تحصلون على الجناح الشفاف. طبعا انتوا طلبتوا مني هذا الفيديو كثير، فالحين راح اعمل هو لكم. قبل ما ابدا هذا الفيديو لا تستعدوا لي اللايك وفعل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد انزل على قناتي باي جيمر. وهيا نبدا. طبعا يوجد اتوقع ثلاثه، هذا البينج اللي عم تشوفوه، استنوا، هذا البينج الوردي يعني لابساته أنا أو البنفسجي، وهذا الأخضر أتوقع فيه أزرق، فإن شاء الله اليوم نحصل على الأزرق، وربما ما بيعطوني أزرق لأني عندي اثنين، إنه كثير اثنين، فيب فخلوني أحدث جناح ويلا. طبعا أول شيء يعني يا جماعة قبل ما أبدأ أتكلم على التحديث، طبعا يا جماعة التحديث أجلوه الأسبوع، أجلوه بعد أسبوع، فما أعرف ربما صارت لهم مشكلة أو المهم خلونا نبدأ بالفيديو. يا جماعة أنتوا العبوا الفواكه أو كريزي رام، العبوا فواكه أو كريزي رام، لازم يكون مكان يعطيكم صندوق مثل كيزيران يعطيكم صندوق، المهم يكون لازم مكان يعطيكم صندوق مثل كيزيران ومثل الفواكه، و ست مرات في الصباح وست مرات في الليل، فهو أعطاني، فلازم تطلعون أنتوا الأولين أو الثانيين، فأنا طلعت الثانية في السباق، فيب فأعطوني، بس لازم تسرعون، لازم تسرعون. وأما الفواكه أنا أعطاني الأخضر لكن لم يقل لي، فكريزي ران يقول لكم بليه أعطاهم يعني يعطيه لكم قدامكم يعني، لكن هذا ما بيعطيكم يعني، بس أنتم تلعبوا ما بيقول لكم أنه أعطاه يعني، بس تشوفون أنتم لازم تشوفون الأجنحة عندكم أو لا، راح تشوفون أنه أعطاه لكم. فأول شيء يا جماعة الفواكه كمان لازم تلعبوا كثير، الأقل 6 في اليوم، 3 صباح و 3 مساء. المهم فخلونا نجرب، انا يعني ما زلت في الصباح فما اقدر اني اتاخر عليكم واستنى الليل يجي لحد ما تمتلئ البطاقات، فيب فخلونا الحين بنجرب نروح نلعب كايزيران ونطلع نحن الاولين، بس بسرعه لازم وفي الوقت هيك في السبعينات، فأسرع لكم الفيديو. وهو عطاه لي في الصندوق، اوكي عطاه لي في الصندوق، ويب يا جماعه فانتوا انا عندي عشان هيك ما عطاني جناح، انه عندي اثنين فبيكفوني، لانه اتوقع ما في، اتوقع في بلو او ازرق، طيب وبس. هذا كان فيديو اليوم، مثل ما قلت لكم انتوا روحوا وشوفوا وروحوا العبوا فواكه كثير وكريزي ران كثير، فيب لعبوهم كثير وراح يعطوكم. فمثل ما قلت لكم العبوا كريزي ران 12 مرة، 6 الصبح و6 المساء مثل اي وقت، المهم بعدين راح تلقاهم 6 لازم، والفواكه ما اعرف كم، المهم لازم تلعبوا كثير لحد ما يعطيكم الصندوق، هيك 5 مرات، لكن ما راح اقول لكم انه عطاه لكم، لازم تشوفوا وحدكم، انتوا تروحون تشوفوا مكان الاجنحه وتبدلوا ملابسكم وتلقاوا الاجنحه وبس. ها كان فيديو ان شاء الله عجبكم، اذا عجبكم لا تنسوا اللايك وفعل زر الجرس كي يصلكم جديد انزل على قناتي اباء جيمر، ومع السلامه احبكم.